دعونا أيها الأعزاء لكي نحيا معنى الجمال أن نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم. لا يفترض أن تتحكم فينا سلوكياتهم وتصرفاتهم وسائر أخلاقياتهم. كيف تنتشر الأخلاق الحميدة إلا بهذه الطريقة، أن نعامل الناس بالأخلاق الفاضلة. لا تهمنا إساءات الآخرين، إذا كنت ستعامل الناس حسب أخلاقهم فستتعب نفسك وتشقي قلبك. ففي السوق والشارع قد يستفزك إنسان، فهل ستعامله بأخلاقه إن كانت سيئة؟ هل ستهبط بأخلاقك إلى مستوى أخلاقه؟ هو يعكس تربيته أو فكره، وأنت تعكس أيضا تربيتك وأخلاقك.